السلام عليكم. نكمل اليوم اللي بدأناه في الفيديو السابق. بدأنا نحكي عن أنواع الكيبوردز، وحكينا أنه في عندنا 3 أنواع مهمة من الكيبوردز، والنوع الأول كان كويرتي، والنوع الثاني ألفابتك، والنوع الثالث وقفنا عنده المرة الماضية وما كملنا. الآن في كل واحدة من هاي الكيبوردز حكينا عن 3 أشياء. الأول اللي هو ترتيب الحروف، يعني شو ترتيب الحروف في الكويرتي؟ كويرتي. شو ترتيب الحروف في الألفابتك؟ ألفابتك. وكمان حكينا عن سرعة الطباعة، حكينا عن سرعة الطباعة وسرعة تعلم الطباعة في الكويرتي انها not optimal، يعني مش الافضل، وفي الالفابيتك كانت لسه اسوأ كمان، not faster مقارنة مع الكويرتي. والموضوع الاخير اللي حكينا عنه او النقطة الثالثة عن كل كيبورد اللي هي كانت الدوميننس، يعني السيطرة او الانتشار. وبالنسبة للسيطرة او الانتشار حكينا انه الكويرتي هي منتشرة مع انها مش الافضل، فسرنا ليش، والالفابيتك اكيد لا مش منتشرة. وقفنا عند النوع الثالث الاخير اللي هو الدفورك. الدفورك هي نوع من انواع الكيبورد، مش موجود عندكم ترتيبه هون في هاي السلايدات، ممكن بس كوبي لاسم دفورك واعملها بيست على جوجل وشوفت شو ترتيب الحروف فيها. لكن انا بيهمني انه شو الاسس اللي على اساسها رتب الحروف في دفورك. في 3 اسس، اول 3 نقاط هون بتحكي شو هم الاسس اللي مشوا عليهم مصممين الدفورك بحيث انه يوصلوا لترتيب حروف افضل من الكويرتي. عملوا 3 أشياء، أولاً common letters under dominant fingers، والcommon letters اللي هي الحروف الشائعة، الحروف اللي بتيجي أكثر من غيرها، اللي بتنتشر أو بنستخدمها إحنا أكثر من غيرها، مش كل الحروف بتتكرر بنفس الطريقة. مثلاً بالعربي بتلاقي إنه مثلاً حروف زي الألف مثلاً بتتكرر أكثر بكثير من حرف زي الذا ذا. فبالتالي هدول الحروف الشائعة اجوا المصممين للدفورك حطوهم تحت الدوميننت فينجرز. كيف يعني دوميننت فينجرز؟ كمان الأصابع الـ10 اللي عندنا مش كلهم بنتحكم فيهم بنفس الطريقة. بتلاقي انه في السبابة اليمين والسبابة اليسار، اللي هو الإصبع اللي مسميه السبابة اليمين واليسار، بنسموهم دوميننت فينجرز، يعني حروف احنا بنسيطر عليهم أكثر. فهدول الحروف بنسيطر عليهم احنا اكثر، او هدول الاصابع هدول الاصابع احنا بنسيطر عليهم اكثر من غيرهم من الاصابع، وبالتالي حطوا الحروف اللي شائعه اكثر تحت هدول الاصبعين. ثانيا هي كان biased toward right hand. biased يعني متحيزه للايد اليمين اكثر. كيف يعني متحيزه للايد اليمين اكثر؟ يعني الحروف الشائعه حطوها عند الايد اليمين اكثر من اليسار، على اساس انه ايدنا اليمين احنا بنتحكم فيها أكثر من يسار لمعظم الناس، لأنه معظم الناس بيستخدم إيدهم اليمين. والنقطة الثالثة اللي هي common combinations، زي ما في حروف شائعة common letters كمان في combinations، يعني مجموعات شائعة، مجموعات من الحروف شائعة، مجموعات دائما بتيجي مع بعض زي الألف واللام بالعربي كثير بيجوا مع بعض، أو الجي اتش مثلا أو الاس اتش بالإنجليزي كمان كثير بيجوا مع بعض. فهدول كان لهم ترتيب خاص. كيف يعني؟ يعني إما حطوهم جنب بعض أو على الأقل alternate between hands، يعني بتلاقي مثلا لو فرضنا ألف لام بتلاقي الألف تحت الإصبع السبابة اليمين واللام تحت الإصبع السبابة اليسار، فعساس تكتبهم يعني ورا بعض بسرعة. هدول مجموعة نقاط لو سألتك عن ترتيب الحروف في الدفورك ما بدي تسمع لي إياهم كيف رتبوا الحروف وين حطوا الأي والبي والسي والدي، بس بدك تعرف إنه هاي الأسس. فممكن أسألك عن أسس ترتيب الحروف في الدفورك مش عن الترتيب الفعلي. الترتيب الفعلي زي ما حكيت لك جوجلت دفورك وراح تشوف شو ترتيب الحروف في الدفورك، هو ترتيب مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. طيب ممتاز، هل هو اسرع ولا مش اسرع؟ هو اسرع بنسبة من 10 ل 15%. دفورك اسرع من الكويرتي مقارنة مع كويرتي، من 10 ل 15% اسرع improvement، تطوير في السرعة، اسرع دفورك من كويرتي من 10 ل 15%. يعني انت لما تطبع على دفورك، لو كنت انت طبعا متعلم على دفورك بنفس الطريقة اللي انت متعلم فيها على كويرتي، لو كنت ساعتها انت ممكن تتعلم او ممكن تطبع النص نفسه بوقت اقل من الكويرتي بنسبة من 10 ل 15%. يعني على كل 100 دقيقة مثلا بتوفر لك 10 دقائق او 15 دقيقة. ولا مش بس هيك، كمان في من 10 ل 15% التطوير مش كان بس بالسرعة، حتى بالريدكشن ان فاتيك، وهذا موضوع كثير مهم في الكيبوردز راح نحكي عنه بعد شوي، اللي هو تعب الطباعه. الطباعه بتسبب تعب، طبعا يمكن انت ما بتحس فيه لانك بتطبع لك 5 6 كلمات باليوم، بس لما بتشوف واحد مثلا شغلته او وظيفته ادخال بيانات وشغلته انه يقعد طول النهار يدخل نص او نصوص،
بتلاقي إنه الطباعة بتسبب ألم وتعب أو فتيج، يعني تعب تعب من الطباعة. فالدفورك بتسبب ألم أقل بسبب ترتيب الحروف فيها، لأنه ترتيب أفضل، بتسبب تعب أقل بنسبة من 10 ل 15%. إذا التطوير 10 ل 15% بالسرعة، وكمان في تقليل ألم الطباعة. ممتاز. إذا بما أنها أسرع وكمان بتسبب ألم أقل للطباعة، إذا إحنا كنا بنستخدم دفورك بما أنها أسرع. لا، زي ما حكينا الناس لسه بيستخدموا كويرتي، لأنه المقارنة بين دفورك وكويرتي أفضل لمصلحة الدفورك لو كنت أنت متعلم على دفورك بنفس الطريقة متعلم فيها الكويرتي. أما أنا لما أول مرة سمعت عن دفورك بحياتي كنت already من الأساس أنا متعلم على أصلا الكويرتي وسريع عليها لدرجة ما، وبالتالي ما راح أروح أتعلم دفورك من الصفر، على أساس إنه لما أتعلم دفورك بنفس الطريقة اللي أنا متعلم فيها على كويرتي راح أصير أسرع. فعشان هيك زي ما حكينا أول، هون مكتوبة مرة ثانية بس بطريقة أخرى: large social base of كويرتي، قاعدة اجتماعية كبيرة لكويرتي، typist، كويرتي typist يعني الناس اللي بيطبعوا على كويرتي. هذا كله بيسبب إنه ماركت بريشر، ماركت بريشر يعني ضغط من السوق ومن الزباين انه دائما not to change، ما بدنا نغير. فهذول الثلاث انواع الاساسيات بدك تعرف عن كل واحدة منهم شو ترتيب الحروف وشو سرعة الطباعة فيها، وكمان الدوميننس. الدوميننس هي دائما للكويرتي فقط لا غير. هيك بنكون كملنا الثلاث انواع الرئيسية من الكيبوردز: الكويرتي والالفابيتك والدفورك. وكثير بيجي اسئلة عليهم، الاسئلة عليهم تيجي كالتالي: اولا مقارنة بينهم من ناحية إما الكيز لي أوت، بتقارن بينهم من ناحية كيف مرتب الحروف في كل واحدة فيهم، أو بتقارن بينهم من ناحية مين أسرع بالطباعة. طبعا حكينا عن الأولى إنها نوت أوبتيمال كويرتي، والألفابيتك لسه أسوأ من الأولى، وأما الدفورك فهي أفضل وبنسبة من 10 ل 15% في السرعة وفي تقليل ألم الطباعة. والنوع الثالث اللي كمان بنقارن بينهم على أساسه اللي هو الدوميننس. وبالنسبة للدوميننس يعني السيطرة، بنحكي انه الكويرتي هي المسيطرة. والسؤال الثاني بيجي عليهم بالعادة انه طيب ما دام الكويرتي مش افضل، وما دام كويرت دفورك افضل منها من 10 ل 15%، ولا احنا ليش لسه بنستخدم لحد اليوم كويرتي؟ والجواب موجود عندكم هون في اخر السلايد، انه لانه الناس سوشيال بيز للكويرتي تايبست، يعني الناس متعودة تطبع الكويرتي، وهي قاعدة اجتماعية كبيرة، وهدول بيضغطوا not to change، يعني انه ما بيصير اي تغيير لاشي جديد. يعطيكم العافية.